السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعين الكرام. اليوم أنا عند مركز واكس، لازم تحضر مركز واكس العناية بالسيارة. قبل يومين صورت لكم أزيرا 2017 مخزنة، وقلنا لازم نلمعها، السيارة أصفار وصراحة مسك عليها تراب ورطوبة، ف يعني اختلط التراب مع الرطوبة وصار زي الكلس على السيارة. عموما بنلمع السيارة وبنشوف المراحل كلها كاملة. مركز واكس موقعهم الرياض معارض نسيم، طبعا طريق عبد الرحمن بن عوف، ويفتح اتجاه الغرب. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. الكرام زي ما تشوفون الحين هذه الأزيرة، وصورت لكم بعض الملاحظات لكن عادي نعيدها. عبد الرحمن، طبعا عبد الرحمن مركز واكس خلف الكاميرا. عبد الرحمن وش اللي على السيارة الحين؟ الحين هذه اللي عليها رطوبة وزي ما انت قلت كل من اثر التخزين، طبعا اثر على اللكر ليس على بطن البويه. البويه ما فيها اي حاجه وكاله، اللكر فقط الخارجي في بعض الترطيب او الكلس والعشب. ايه بالنسبه للنيكل احنا بنلمعه ان شاء الله، بنحاول نعطيه. طبعا في بعض الاحيان ما بيضبط لانه بيكون هو عباره عن ستيكر مقوم، ما هو كروم اصلي، عرفت؟ فان شاء الله بنحط له ماده ونشوف. عندنا ماده قويه خاصه للنيكل ونجرب فيها، ما حقدر اوعدك فيها كله على الشغل يعني. باذن الله باذن الله انه نرجع لك اياه وكذا حتشوف. برضه هذا كلس بالنسبه لهذا، ايوه هذا كلس، هذا كله كلس، هذا بيروح خارج في اللكر، هذا بيروح على التلميع. ممتاز. طيب تعال، هذه وش اللي على السياره اللي على الشمعة؟ برضه نفس الطريقه، هذه كلها شوائب واملاح متاثره من الوقت اللي وقفت فيه السياره تقريبا 3 سنوات موقفه. اي طيب، لا ان شاء الله باذن الله بتضبط. هذه كلها بتضبط، حتشوف الشغل بعدين. السواد هذا كيف يرجع؟ هذا برضه هو كلس، عباره عن كلس، احنا بنعطيها الطبقه الخارجيه برضه نفس الطريقه اللي على البويه. اي شيء املس وناعم، سطح ناعم حيتجمع عليه الشوائب. طيب حلو، يعني توعد ان شاء الله باذن الله السياره لونها يرجع احلى من الوكاله باذن واحد احد، باذن الله انكم تشوف الشغل بعدين وتقرروا بعد. طيب الجنوط، بالنسبه للجنوط، الجنوط طبعا هي غالبا ما حتتاثر لانها كروم، شايف؟ ما فيها تاثير عالي، بس حتتلمع برضو بمواد خاصه، وهنا في الجهه اللي فيها البويه هذه حلو حتكون لمعتها برضو اعلى من الطبيعي. يعني ان شاء الله موضوع السياره كله تمام عندكم بيكون؟ اي باذن الله. انا جايب لك سياره اصفار، ترى هذه سياره جديده وشغل بعد ترى اصفار يا عبد الرحمن. ابد روح شوف طبلانها ابد. انا اوعدكم باذن الله انت ومتابعينك حاجه تبيض الوجه. طبعا متابعين الكرام، مركز واكس بحط لكم الرقم حقه بالوصف وباخر الفيديو، بس كلهم عن طريق عبد الرحمن الخالدي او دحوم فور كارز او معرض عماد الدين او مؤسسه عبد الرحمن عماد الدين يخدمونك الخدمه كامله باذن الله تعالى، فما تشيلون الهم تماما بالسعر والخدمه والجوده باذن الله تعالى. وبسم الله يدخلون السياره للمركز. طبعا هذا مركز واكس، عندهم قسم للتلميع الخارجي، قسم للتلميع الداخلي، قسم للغسيل. طبعا زي ما انتم شايفين طبعا ما يحتاج صنفرة لانه هي عبارة عن كلس فقط فوق اللكر، وهو الان شغال على المرحلة الأولى في التلميع بالمادة الكومباوند الخجل زي ما انتم شايفين كيف. طبعا هذه يا شباب المرحلة الثانية، طبعا هنا سوى مرحلة واحدة زي ما انتم شايفين ما في صفاوة لسه، هنا حيسوي مرحلتين، الأولى اللي هي هنا وواحدة ثانية حيث انه يصفي البوية.
زي ما انتم شايفين طبعا هنا الطبقة الثانية اللي هو النانو كومباوند. طبعا هي هذه مادة خاصة فينا، هذا اللي يميز واتس عن باقي الشركات. هذا ستيب 2، هذه المرحلة الثانية بعد ما سوينا هنا الأولى، هنا الآن سوينا الثانية، وسوينا الثانية هناك عشان نسوي الطبقة الثالثة هناك، نشوف ايش الفرق بين الثلاث مراحل. طبعا هذه هي المرحلة الأخيرة الثالثة بعد ما حطينا مادة الواكس. تبارك الله. شيل هذا السبيكر، شيل برا. شيل هذا. مسح هذا يا بوس. مسح هذا. هذه مرحلة أولى زي ما شايفين الدوائر لسه ما راحت. هنا بعد ما استخدم مادة النانو صفى الدوائر، هنا قام بعملية التصفية النهائية زي ما شايفين. هذه الفرق بين الثلاث مراحل، والآن حنشتغل على النياكل وعلى السماعات ونكمل باقي السيارة. هذه رجعنا لكم في المرحلة الأخيرة بعد التلميع الكامل بالنيكل بكل حاجة، ما شاء الله تبارك الله. شايفين البوية كيف؟ طبعا هذه المرحلة اللي هي الأخيرة اللي يسموها الفينيشينج أو اللمسة الأخيرة للسيارة، بعدها بتطلع خارج المركز وتسلم للعميل.
هذه المرحلة النهائية في تلميع الخارجي للأزيرة. انتم شايفين ما شاء الله تبارك الله. شوف عن قريب هذا النيكل. هذه الشمعات. هذا الجمهور. هذا النيكل. إلى هنا متابعين الكرام طبعا نختم هذه التلميع السريعة. الله يعطي العافية الأخ عبد الرحمن العسال. الله يعافيكم يا رب. طبعا هذه السلسلة خاصة للمتابعين عبد الرحمن الخالدي عشان أوريكم إيش مراحل التلميع وإيش هي السلسلة كاملة من بداية التلميع لآخره طبعا بدون صنفرة. على فكرة هو اللي مسك التصوير بالكامل لأنه ما شاء الله موجود في المركز. الله يعطيك العافية. هذا واجبنا والله يعطيكم العافية. وحبينا نثبت لكم بس إيش فكرة التلميع عندنا والمراكز الأخرى أو عند باقي الشركات. لأن في بعض المراكز ممكن تروح عندي يقولك لا لازم صنفر. تتصنفر وما أدري إيش صح. ولازم ترش السيارة ولا أنا بشتغل يعني ما شاء الله تقريبا إيه. تقريبا أسعار تلميع البودي إذا كان باللون الغامق الأحمر الألوان الحساسة هذه. إحنا ما بين السيارة المتوسطة 400 سعر الأساسي طبعا على خصم مع الخارجي. أيوة أي أحد من طرف عبد الرحمن الخالدي بياخذ الخصم الردي 25% من السعر الأساسي المتواجد في المركز معلن بشكل رسمي. 25% لأي شيء داخلي أو خارجي أو كامل. طبعا زي ما أنتم شايفين هذه هي لمعتها ما شاء الله على السريع لأن ما باقي معنا بس دقيقة بالتصوير. إيه عبد الرحمن ما شاء الله تبارك الرحمن. أنا صراحة تفاجأت باللون يعني صراحة. الله يعطيك العافية. طبعا بس لمعت البودي ولا استخدمت مواد غير تلميع البودي؟ لا لا هي بس هي المواد الثلاث مراحل اللي معروفة في التلميع ستيب 1 ستيب 2 ستيب 3 اللي هي كومباوند بعدين عملية النانو تكنولوجي اللي هو المادة النانو تكنولوجي مو نانو سيراميك عشان لا أحد يختلف علينا الموضوع ومرحلة الواكس الأخيرة اللي هي بتعطي اللمعة اللي انت شايفها. الله يعطيك العافية أخ عبد الرحمن وتحياتي للجمهور الغالي وبرضه تحياتي لك يا خوي عبد الرحمن. الله يسعدك يا رب. بالعكس هذا واجبنا والله. يلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.